مرحبا بكم في سلسلة شراكة التعلم النقدي، مساعدات النقد والقسائم وفيروس كورونا المستجد، التكيف مع التحديات الميدانية وأفكار عملية لمنفذي البرامج. تعالج هذه السلسلة تحديات العاملين الميدانيين في مجال برمجة مساعدات النقد والقسائم وفيروس كورونا المستجد، كما وتقدم اقتراحات عملية يمكن البدء في استخدامها الآن. نناقش في هذا الفيديو تكيف آليات تقديم مساعدات النقد والقسائم. بعد التواصل مع العديد من المنظمات التنفيذية، حددنا 3 تحديات مشتركة يواجهها العاملون الميدانيون فيما يخص تكييف آليات تسليم مساعدات النقد والقسائم في سياق فيروس كورونا المستجد. اختيار أفضل آليات التسليم أو تغيير آلية تسليمكم للتكيف مع السياق. الاتصال بمقدمي الخدمات المالية بشأن نماذج التسليم الآمن. برامج المراقبة وضمان قدرة المستفيدين على تقديم التغذية الراجعة. ثمة تعديلات برنامجية تنفذ الآن لكل واحد من هذه التحديات. التحدي الأول، اختيار أفضل آلية للتسليم. فيما يلي بعض المبادئ الهامة لاختيار آلية التسليم كاستجابة لفيروس كورونا المستجد. التأكد من أن آليات التسليم المختارة تساعد على تقليل الاتصال الذي يحتاجه المستفيد لتلقي التحويل النقدي واستخدامه. يجب على سبيل المثال التفكير في التحويلات عبر الهاتف المحمول أو المدفوعات الإلكترونية أو خيارات الدفع من دون تماس. كما ويجب الحد من احتمال التجمعات والحشود. يمكن مثلا مباعدة توقيت عمليات التحويل أو توفير المزيد من المنافذ، خيارات تحديد المواقع النقدية مع الوكلاء أو المصارف أو مشغلي شبكات الهاتف المحمول أو النقاط النقدية أو تجار التجزئة، ما يجعل المدفوعات أقرب إلى المستفيدين. مضاعفة المرونة بالنسبة للمستفيدين مع آليات تسليم تسمح لهم مثلا بإنفاق النقد متى وحيثما أرادوا، وبتحويلات أكبر بدفعات أقل للسماح بالتوفير والتخطيط. عند اختيار آليات تسليم جديدة أو التكيف معها، يجب علينا إعداد قائمة بآليات التسليم الممكنة ودراستها، مع التركيز على الاعتبارات التي ذكرتها آنفاً، ويمكن استخدام البطاقات والقسائم الإلكترونية والأموال عبر الهواتف المحمولة والنقد المباشر والنقد في نقاط البيع، ويجب تعداد مزايا كل منها، فضلاً عن الهواجس وتدابير التخفيف الممكنة، وقد يسمح تعدد الخيارات والتفكير في آليات تسليم جديدة بتبديل آليات التسليم أو استخدام مزيج منها بالطريقة نفسها لتنويع الخيارات. البحث عن مقدمي الخدمات المالية الذين يضمنون توزيع التحويلات النقدية أو سحبها على نحو أكثر أماناً عن طريق توفير المزيد من نقاط السحب، ويجب ضمان توافر التعقيم اليدوي في أجهزة الصراف الآلي واستخدام أوراق نقدية جديدة ومعقمة وتباعد الدفعات على فترات أطول، إذ يميل الناس إلى السحب في نفس يوم التحويل. تقييم إيجابيات وسلبيات السياق جنباً إلى جنب مع الشركاء وفرق النقد العاملة وغيرها من المشاركين في التنفيذ. اتخاذ القرار بناءً على تحليل دقيق للسياق. علاوة على ذلك، قد تشمل الاعتبارات أو الخيارات العملية الدفعات من دون تماس وتعديل تسلسلها وزيادة أعداد وخيارات تحصيل التحويلات أو سحبها. كيفية التأكد من عدم إقصاء المستفيدين أو تعريضهم للخطر؟ قد لا يكون بعض المستفيدين أصحاب خبرة بالتكنولوجيا، أو قد يكونون ذوي إلمام ضعيف بالقراءة والكتابة والمهارات الرقمية، أو لا يمكنهم الوصول إلى هاتف. كما أن الأشخاص الأكثر عرضة للفيروس مثل كبار السن أو المرضى المزمنين هم الذين سيحاولون الحد من تعرضهم للفيروس بتجنب الذهاب إلى السوق أو إلى نقاط توزيع النقد والقسائم أو سحب النقود. كما قد تكون النساء أقل حظاً لجهة امتلاك هاتف محمول أو المستندات الرئيسية اللازمة لمطابقة متطلب معرفة العميل، ويمكن معالجة ذلك مع السلطات والفرق العاملة في مجال النقد
ومقدمي الخدمات المالية للحصول على تخفيف المتطلبات خلال الاستجابة لأزمة فيروس كورونا المستجد. سنناقش هذا الأمر بتفصيل أكبر لاحقا. التأكد من قدرة المستفيدين على تلقي المعلومات. يجب استخدام الأدوات الكافية والمتاحة للاتصال مثل الراديو أو الأرقام المجانية. بالنسبة للفئات الأشد ضعفاً على وجه الخصوص، يجب التفكير في اعتماد وكلاء متنقلين لزيارات المنازل، حيث الأشخاص الضعفاء الذين لا يمكنهم امتلاك هواتف، أو في المناطق حيث تغطية الجوال ضعيفة، وهذا أمر ذو قيمة أيضاً إذا لم يتمكن السكان مثل المستفيدين المسنين من مغادرة منازلهم. استخدام مزيج من آليات التسليم لتجنب إقصاء بعض الأشخاص في حال تنوعت أفضل طرق الوصول إلى الفئات الأشد ضعفاً. في كوكس بازار مثلاً ثمة توزيع حصري لكبار السن. السماح بتحديد هوية أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء البديلين الذين يمكنهم استلام التحويل نيابة عن المستفيد، ويفضي ذلك كله إلى برمجة جيدة حين يشمل تحليل الاستجابة، تقييم المخاطر، والبحث في حماية المستفيدين. دعونا نستمع إلى أصوات من الميدان ترد على السؤال: ما هي التغييرات التي أجريتموها أو تخططون لإجرائها لضمان تماس أقل في مساعداتكم النقدية وقسائمكم؟ Para mitigar los contactos en la implementación de los programas de transferencias monetarias en Colombia se tomaron diferentes tipos de medidas. La primera, en la fase de focalización, muchas organizaciones empezaron a hacer una focalización por vía telefónica. Entonces, para esas organizaciones se tuvo que adaptar tanto el formato de la encuesta para que sea más amigable y más fácil de usar por teléfono, que la forma que se recibe el consentimiento informado de las personas para recopilar y el manejo de sus datos personales, ¿no? Si antes se hacía firmar un documento, ahora se graba un consentimiento oral antes de empezar la encuesta de elegibilidad. También varias organizaciones ahora están usando listas que reciben tanto de otros programas, por ejemplo de albergue o de protección, que de otros grupos sectoriales o de también de autoridades locales, ¿no? As part of our stay and deliver approach, UNHCR and HIAS ensured the continuity of our cash programs through COVID-19 by switching from a cash in hand delivery mechanism to a digital one through ATMs. For this, the person needs to contact a call center either by phone call or via WhatsApp, and they will be given an appointment for an evaluation. The evaluation is done remotely via phone call or video call using a scorecard tool. If the person qualifies for the cash assistance, they will be communicated the codes to retrieve the cash from the ATM by phone. Additional information on how to do this is shared with them by message after this phone call. Now the person just has to go to the ATM and withdraw the cash, having had no contact with anybody throughout the whole process, reducing the risk of COVID-19. We recommend that you do a risk and feasibility analysis beforehand, and we also suggest that you use your contact center to deliver health messages. In Zambia, we use digital platforms through mobile phones to transfer the cash. In areas where there is no network or access to phones and very remote areas such as Nepal, we use door-to-door distribution through local agents in accordance with WHO guidelines. In Egypt, we use the Egyptian post office to distribute the cash to Egyptians and Syrians in a staggered approach, where a priority is given to women and girls during the distribution. During the distribution as well, there is a separate lines for men and women. For COVID-19 response, we don't use the biometric scanning system due to technical reasons and COVID-19 reasons. التحدي الثاني وهو عند الاتصال بمقدمي الخدمات المالية بخصوص نماذج التسليم الآمن. عند الاتصال بمقدمي الخدمات المالية حول نماذج التسليم الآمن، يجب الحفاظ على اتصال مفتوح ومنتظم مع مقدمي الخدمات المالية للبقاء على اطلاع على أنظمة التشغيل وكيفية عملها مع القيود في سياقات مختلفة.
إعادة تشكيل الاتفاقات لمزيد من تغطية الأموال عبر الهاتف المحمول وخياراته. البناء على اتفاقيات مقدمي الخدمات المالية الحالية لمزيد من الخيارات والتعديلات، أو النظر في العمل مع مقدمي الخدمات المالية ذوي الخبرة في الخدمة التي تبحثون عنها. النظر في استخدام الحلول الإقليمية العالمية مثل ريد روز وسيغوفيا وشركات الهاتف المحمول الإقليمية مثل أورنج وتايجو على سبيل المثال للحصر. من بين الحلول الأخرى المتاحة في البلد، إذ قد يكون العمل معها عن بعد أسهل ويمكن أن تتحلى بمزيد من القدرات والخيارات. التعاون مع المنظمات الأخرى التي لديها اتفاقات قائمة مع مقدمي الخدمات المالية. لدى الحديث مع مقدمي الخدمات المالية، يجب أولاً السؤال عن متطلبات معرفة العميل وكيفية الامتثال لها أو تعديلها للتسليم عن بعد، خاصة بالنسبة للمجموعات الأكثر عرضة للخطر التي قد لا يكون لديها المستندات للامتثال لمتطلبات معرفة العميل. كما يجب الاستفسار عن التعديلات الناجمة عن تطور سياق فيروس كورونا المستجد والمرونة المحتملة عند التحقق من الأفراد لدى فتح حسابات جديدة أو التسجيل في البرامج. فعلى سبيل المثال، خفف بعض مقدمي الخدمات المالية والحكومات من متطلبات معرفة العميل، أو أتاح بعضهم استخدام واتساب لمعرفة العميل. تحديد أفضل طريقة للتواصل والإبلاغ المنتظمتين. مناقشة المخاطر والحلول المحتملة وتحليلها. التنسيق والمناصرة لدى الجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى لتشجيع مشغلي الهواتف المحمولة على تقديم الخدمات الحيوية التي تدعم العمل الإنساني وإشراك الحكومات في النقاش. وقد عملت بعض الحكومات مع مقدمي الخدمات المالية من أجل زيادة اعتماد الدفعات الرقمية زيادة كبيرة، وثمة أداتان أساسيتان نشرهما المشغلون والحكومات لتشجيع استخدام الدفعات الرقمية، وهما تخفيض الرسوم وزيادة حدود المعاملات والمحافظ. مرة أخرى، دعونا نستمع إلى أصوات من الميدان. كيف تعاملتم مع مقدمي الخدمات المالية الحاليين أو الجدد فيما يتعلق باحتياجات منظمتكم لهذه التغييرات وتوفير المزيد من الخيارات؟ In Ecuador, we are quite limited in terms of delivery mechanisms for our population of concern. UNHCR and HIAS had already been working with FSBs to adapt their existing products to the needs of our cash program. With COVID-19, we saw the opportunity to push for the scale-up of a product that the NGO Care had already been piloting at a small scale, cardless ATM withdrawals, getting cash from an ATM with codes, no card needed. This proved to be a very adapted and relevant mechanism that other organizations and agencies started using too as a response to COVID-19. However, this meant a challenge because the number of transactions per day is limited. So we had to further work with the FSP to continue scaling it up. In addition to that, UNHCR and HIAS are still working on delivering aid to populations who live in more remote areas where there are no ATMs. This is done either by working with the FSP to expand their existing products or by delivering aid through a different modality such as in-kind like UNHCR is currently doing. In Egypt, we coordinated with peer organizations and the cash working group according to their previous work and experience, the Egyptian post office was selected. In Nepal, for a different consortium project, the partners coordinated and selected the financial service provider jointly for cash transfer. In Philippines, the remittance company is used for cash transfer due to its better outreach in the community and acceptance to be as safe and accessible by women and girls. In Rwanda, financial service provider is being shortlisted through a checklist for finalizing through which cash will be transferred. Normally, women and adolescent girls don't have Know Your Customer complaint document. The financial service provider and cash working group coordinated to have a derogation for Know Your Customer document to reach women and girls effectively to avoid any kind of exclusion.
En cuanto a la segunda pregunta, en los primeros días que siguieron las medidas de confinamiento, varios miembros del Grupo de Transferencias Monetarias y el Grupo de Transferencias Monetarias directamente se pusieron en contacto con varios actores, más que todo con bancos, para ver cuáles eran las opciones de billeteras electrónicas. Casi todas ofrecen billeteras electrónicas, pero requiere haber acceso a un smartphone y también documentos legales aquí en Colombia, lo que no es el caso por la mayoría de las personas que no que apoyamos a través de las transferencias monetarias, ¿no? Entonces, hay una plataforma, una institución financiera que nos ofreció la posibilidad de hacer transferencias electrónicas a través de teléfono, pero sin que sea un smartphone, sino a través de un teléfono de los más sencillos, nada más enviando un código y sin que haya falta tener documentos legales. Y eso permitió entonces hacer transferencias monetarias limitando los contactos con las personas de forma muy ágil. التحدي الثالث: برامج المراقبة وضمان قدرة المستفيدين على تقديم التغذية الراجعة. عند مراقبة المشاريع يجب مراعاة وتعديل خطط المراقبة وفق ما تحتاجه الاستجابة لفيروس كورونا المستجد. وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية المتعلقة بالمراقبة. مراقبة العمليات أمر أساسي عند تكييف أو تنفيذ آليات تسليم جديدة. ومن خلال مراقبة العمليات يمكن التأكد من حسن سير عملية التحويل وأن تحدد وتحل أي مشكلات تتعلق بتلقي التحويلات وسحبها، وما إذا كان ثمة حاجة إلى مزيد من الدعم. وينبغي أن تقيم مراقبة ما بعد التوزيع مدى رضا المستفيدين عن المساعدة التي يتلقونها، وإذا ما كانوا يرون أن آلية التسليم الصحيحة هي المستخدمة. وكذلك أثر مساعدات النقد والقسائم على النوع الاجتماعي وديناميات الأسر، كما يجب مراجعة مؤشرات المشاريع التي تتطلب المراقبة لضمان تحقيق الأهداف. البحث عن طرق بديلة ومبتكرة لجمع المعلومات عن بعد. في حال استخدام التحويلات عبر الهاتف المحمول، يجب التنسيق مع مقدمي الخدمات المالية لإرسال رسائل نصية أو الاتصال بالمستفيدين مجانا والعكس بالعكس للتحقق من جودة العمليات، وتضيف أدوات جمع البيانات عبر الهاتف قيمة ضخمة إلى إجراءات مراقبة المشاريع، وينبغي استخدامها بصفة خاصة في الاستجابة لفيروس كورونا المستجد وكذلك لآليات التغذية الراجعة. قد ينتج عن القيود المفروضة على الحركة بسبب فيروس كورونا المستجد مراقبة عن بعد تكون أقل شمولاً مما اعتدنا عليه لتحديد الحد الأدنى اللازم. آليات التغذية الراجعة، لا تنسوا ضمان تمكين المستفيدين من تقديم التغذية الراجعة والشكاوى، وأن تكون الآليات المطبقة متاحة للجميع بمن فيهم الفئات المستضعفة من السكان. يجب تزويد مشاريع مساعدات النقد والقسائم بآلية تغذية راجعة واحدة على الأقل، على الرغم من تفضيل آليتين اثنتين. يمكن أن تختلف آليات التغذية الراجعة باختلاف القدرات المحلية، ويمكن أن يكون ذلك عبر رقم هاتف يعلن عنه بوضوح للإبلاغ عن الاحتيال أو الاعتداء، أو عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني كطرق آمنة عن بعد للوصول إلى المعلومات في أوقات فيروس كورونا المستجد، كما يجب أن يتاح خيار يتكيف مع جميع مجموعات المستفيدين. دعونا نشاهد جولة أخرى من أصوات من الميدان. كيف تراقبون عن بعد عمليات تحويل مساعدات النقد والقسائم؟ Asimismo, hemos fortalecido nuestra respuesta en monitoreo y evaluación a través de la adaptación de las herramientas del ciclo. Esto nos ha permitido monitorear remotamente las transferencias de cash. Por ejemplo, se han reforzado los controles para procesar las bases de datos de nuestros beneficiarios para garantizar que estos cumplen con los criterios de selección ajustados a la emergencia sanitaria. Además, hemos potenciado nuestros mecanismos de rendición de cuentas a través de los canales de comunicación como la línea de atención gratuita nacional y el correo electrónico para dar soporte y respuesta inmediata a las necesidades más urgentes de nuestros beneficiarios y todas aquellas personas interesadas en nuestro trabajo. Finalmente, hemos adaptado nuestro proceso de monitoreo post-distribución, procedimiento por medio del cual buscamos evaluar
cómo acceden los beneficiarios a la asistencia y cómo la utilizan, y que nos permite detectar casos de fraude, corrupción, explotación o abuso de manera segura y confidencial. En el contexto de la COVID-19, hemos incluido una serie de preguntas en este proceso, las cuales nos permiten conocer los desafíos que están enfrentando nuestros beneficiarios durante esta coyuntura. Debido al contexto del COVID, las facilitadoras y facilitadores de desarrollo comunitario han venido monitoreando la transferencia y también el retiro del efectivo de las voluntarias y los voluntarios vía telefónica. Si bien es cierto, las transacciones son no condicionantes, hemos solicitado que ellos nos puedan confirmar a través del teléfono, de un mensaje de texto o WhatsApp, esta transacción para el monitoreo y el adecuado cumplimiento de nuestro bono plan familiar. شكراً على مشاهدة هذا الفيديو ونأمل أنكم قد استفدتم منه. يرجى استخدام قسم التعليقات في أسفل الصفحة لمشاركة الحلول التي نفذتموها، ويمكن للزملاء العاملين في مجال مساعدات النقد والقسائم في جميع أنحاء العالم الاستفادة من تجربتكم واقتراحاتكم. سوف ننتج عدداً من مقاطع الفيديو لتزويدكم بحلول جاهزة وسريعة حول مواضيع مختلفة. وإذا كنتم تواجهون صعوبات معينة، نرجو منكم إضافتها إلى قسم التعليقات على الصفحة، وسنبذل جهدنا لدعمكم. شكراً لكم على المشاهدة، وشكراً لكم على عملكم، ودمتم آمنين.